أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم ونسمع شكاوي. سنتحدث عن الوضع الإنساني والإغاثي في محافظة صلاح الدين، لكن مع ضيفي الأستاذ أحمد الطيار، وهو ناشط مدني وأيضا ناشط إغاثي. أستاذ أحمد، مرحبا بك في قناة سامراء. مرحبا بك أخي العزيز، وشكرا جزيلا لهذا التقديم ولقناتكم الكريمة والمشاهدين. حياك الله، سأعود لك أستاذ أحمد، لكن في البداية أرد أتحدث عن موضوع مهم. هذا الموضوع أن في الحلقة الماضية تحدثنا عن فريق عمل متجانس، وهو حملة، هذه الحملة هي حملة السوامرة، وهي لمساعدة النازحين، مد يد العون لكل النازحين وللفقراء. انطلقت هذه الحملة توزيع مساعدات بجهود شبابية وشخصية. اليوم احنا نعول على الجهود الشبابية الفعالة في سواء في صلاح الدين او كما في الحلقة قبل الماضية، وهو الجهود التي كانت جهود جبارة في مدينة الفلوجة بحملة ارحموا ترحموا، ووصلت هذه الحملة الى مدينة الخازر. ومديد العون الذي ليس لديه مال أيضا قام ببناء بتصليح جام فيتر السيارات، قام بتصليح سيارات مجانا، وهي حملة مباركة. أيضا في الحلقة الماضية كان هناك نموذج جميل في مدينة سامراء لحملة السوامرة. اليوم إن شاء الله سينضم معنا أيضا بعد الفاصل، بعد منتصف الحلقة، أيضا فريق بصمة، هذا فريق من مدينة سامراء أيضا، وما لهم من بصمة في مساعدة الفقراء والنازحين، وأيضا الوقوف بجانب أخوتهم النازحين. هذا الموضوع كله من وازع إنساني وأخلاقي وديني، وهذا شيء لا ينكر. احنا نتمنى أن هذه الحملات الشبابية والفرق التطوعية تستمر لتصل إلى مدينة تكريت، إلى العلم، إلى الدور، إلى جنوب سامراء من يثرب وغيرها من المناطق، أيضا لتصل إلى إن شاء الله مدينة بيجي بعد عودة أهلها ونازحيها والصينية، وإلى كل مناطق العراق أيضا بهذه الجهود الجميلة. ليش؟ لأن اليوم الوضع المأساوي اللي تعيشه العوائل النازحة وحتى العوائل العراقية وضع مأساوي جدا، وهذا شيء الكل يعرف هذا. لكن خلي نشاهد إنقاذ عائلة بعد غرق بيتهم، وتم نقلهم إلى مكان آمن أثناء منع التجوال في مدينة سامراء وأثناء الأمطار في مدينة سامراء. خلي نشاهد هذا المقطع، بعدين نعود إلى ضيفنا الأستاذ أحمد الطيار اللي نتحدث معه بتفاصيل إغاثية وأيضا تفاصيل مدنية في مدينة صلاح الدين. خلي نشاهد ثم نعود. القوات الأمنية أهلنا الطيبين ونعم منهم رجال الحرة بهالظروف الصعبة والأمطار والسيول هاي اللي ما شاء الله يعني خيرات العراق إن شاء الله، وهم أهلها ونعم منهم والله. والله وصلوني وركضوا على الأهل جابوهم، لأن تدري سيول وأمطار واقع بيتهم خطية، هم نازحين، فبارك الله بيهم أحرار ولد حرة ونعم منهم. أيام سيد عميد هو قالاني بنفسي أروح وياك. اي نعم، بارك الله بي. وياك الدوريه. اي والله هو بنفسه يعني وصلني، وهم ورجاله رجال الدوريه الابطال الاحرار ذولا هن ولده ذول، بارك الله بيهم بارك الله بيهم بارك الله بيهم. نتيجه الظروف القاسيه والامطار الغزيره استوقفنا احد المواطنين، وبعد الاستفسار من عنده تبين انه عائلته غرقانه بحد الاحياء والمتجاوزين، وعلى سادة دز دورية، بس ارتئيت انه انا ارسل دورياتي الخمسة تطلع وياه، وتم انقاذه من البيت الواقع عليهم، وتم ايصاله الى داره سالما قانونا. احنا في خدمة اهلي في سامراء، مو بس هاي، اي حالة طارئة احنا في خدمتهم ان شاء الله. في الظروف الصعبة والظروف البسيطة. ما طار سهلت له، شفت طالع متأخر. اكو قسم عندهم حالات مرضية، نسهل لهم امورهم انه نعرف بعد التاكد منه هويته ومن عايده السياره الى الموتور، نسهل له امره، لانه الليل طويل ويصير به حالات مرضيه كثيره في مدينه سامراء. بيتنا وقع وغرق، وجاء رجل خالتي
جاء علينا. ومن جاب وياك رجل خالته؟ جاب القوات الأمنية؟ جاب القوات الأمنية وساعدتكم؟ وساعدتنا وطلعتنا من بيتنا ومن المطر. البيت وقع مالتكم؟ اي يعني قامت تمطر علينا قوي وين ما نزل جوفت بالبيت و... فرجل خالتي جاب القوات الأمنية وطلعنا و... وشكرا القوات الأمنية. شكرا ورحمة الله والديكم على مرة أخرى. مرحبا بكم، يرحب بضيفي الأستاذ أحمد طيار الناشط المدني. مرحبا بك أستاذ أحمد، حياك الله أستاذ مقداد، شكرا جزيلا للمقدمة لكم. حقيقة بالبداية أولا أرحب بشخصك الكريم وقنواتكم الكريمة، وشكرا جزيلا لتقديمكم حتى نطل على شارعنا وأهلنا في محافظة صلاح الدين بصورة عامة، وقضاء بيجي وكذلك الأقضية الأخرى العوجة سلمان بيق وآمري وإلى آخره. جميل، حياك الله وشكرا لك. بداية أرد أسألك، كيف تقيم الجهود الإغاثية في مدينة صلاح الدين، سواء من مجلس المحافظة أكو تعاون أو سواء من الناس الآخرين؟ تفضل. حقيقة الجهود الإغاثية، تعرف محافظة صلاح الدين اليوم أبناء محافظة صلاح الدين مشتتين بين الإقليم وبين المخيمات في ديبقة، في ليلان، في بازيان وآخرين في المخيمات الأخرى، هذا رقم واحد. بالإضافة إلى أنه محافظة صلاح الدين كتكريت هي محافظة مكتظة بتعداد السكاني، أهلنا من الشرقاط، أهلنا من الزوية، وأهلنا من البيجي، وتعداد سكاني كبير. إمكانية المحافظة المحدودة حقيقة لا تستطيع قدر الإمكان تغطية النازح أو تغطية الناس اللي سكنت الهياكل وسكنت المحلات، الوضع مأساوي. بالنسبة للأمم المتحدة ومنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية والإغاثة، حقيقة الدور ضعيف جدا بالنسبة لمحافظة صلاح الدين. اليوم منظمات الإغاثة أتصور هي 9 منظمات أو 8، ولكن إنقاذ أهلنا بالنسبة للمنظمات هو بسيط جدا، لا يتعدى السلة الغذائية. اليوم النازح أخي العزيز أستاذ مقداد محتاج إلى الدواء، ومحتاج إلى الماء، ومحتاج إلى الغذاء، ومحتاج إلى مكان يأويه. اليوم فصل الشتاء، تعرف حضرتك اليوم الأمطار والبرد القارص، هاي كل الأمور تأثر على النازح. اليوم أنا تقريبا عندي 4000 نازح من أهلنا في محافظة صلاح الدين، وهم من الشرقاط ومن البيجي ومن الزوية والمناطق الأخرى. وين نازحين؟ هذولا أستاذ مقداد نازحين على طريق تكريت بيجي في المحلات، يسكنون المحلات، يسكنون الهياكل المكشوفة الغير مسقفة، حالهم يرفع إليهم. حقيقة مجالس الشباب والفرق التطوعية والناس الخيرة من أهالي صلاح الدين بدأت تعمل على مبدأ التكافل الاجتماعي، بعد ما أنه حقيقة الأمر مجلس محافظة صلاح الدين بالإمكانية المحدودة اللي يقدمها للنازح ما تغطي ربع التعداد السكاني الموجود في صلاح الدين. فمجلس شباب تكريت ومجلس شباب بيجي الموحد والفرق الأخرى عملت على مبدأ التكافل الاجتماعي. اليوم العوائل أخي العزيز محتاجة إلى إعانة سريعة وإعانة دولية ومنظمات إغاثة إنسانية. الحكومة ما عندها فلوس أستاذ أحمد، نكون واقعيين، الحكومة ما عندها فلوس، هاي نقطة. نعم. مجلس المحافظة وين يودي الفلوس؟ هاي النقطة الثانية. يعني باقي يعني حتى منظمات المجتمع المدني، الفرق التطوعية، يعني ما عندهم ذيك الإمكانية اللي يقدرون يغطون 4000، مو 4000، يجوز نص، يعني 500 ما يقدرون يغطون، صح ولا مو صحيح؟ احنا اليوم محتاجين جهد حكومي او جهد دولي. انطيني شنو موقف او وضع مجلس المحافظة من هاي الوضعية كلها؟ استاذ مقدار، مثل ما تعرف مجلس المحافظة اصور ميزانية 2015 وال 2016 هي ميزانية لا نعرف اين ذهبت حقيقة الامر. وبعد استلام السيد محافظ ما صلاح تعرف لو تعرف وما تقدر تقول. لا أنا هذا حقيقة أنا مو مختص. نعم. بحكومة صلاح الدين ولا موظف بالمحافظة حتى أعرف وين الأموال تروح، ولكن أيه. اليوم تعرف اليوم أكو ناس على الهواء تحكي مثلا تقول فلان
كذا وفلان كذا، أنا هاي الأمور حقيقة حتى ما أخفيك سر أو مو مجرد إنه مالي أجاوب، لكن حقيقة ما أعرف وين راحت هي هاي المبالغ. إحنا اليوم حتى لو أريد أعتب على الميزانية الحكومة اللي استقطعت 3.8% من رواتب الموظفين واللي هي الإخواننا النازحين والإخواننا في الحشد الشعبي. إحنا اليوم لا مستفاد النازح ولا مستفاد أخونا ابن الحشد الشعبي اللي دا يستلم راتبه ماكو رواتب حقيقة الأمر. فأنا أعتب على ميزانية الحكومة الكبيرة اللي وزعتها وينهم؟ طبعاً أعتب على وزارة الهجرة والمهجرين مع احتراماتي وتقديري لهم، وينهم من إعانة أهلهم؟ اليوم النازح محتاج البطانية ومحتاج الغذاء ومحتاج الماء ومحتاج العلاج، وهناك عندي ناس بالآلاف أخي اليوم علاجهم صعب. اليوم المواطن ما عنده ثق بالله الكريم استاذ مقداد، ما عنده مبلغ العلاج، مبلغ حب السكر اللي هو هذا موجود بالسوق. فالقضية اليوم كلتنا مسؤولين، حكومة صلاح الدين، الحكومة العراقية، المنظمات الإنسانية، الدول المانحة. اليوم الوضع مأساوي جدا يعني. فكيف طيب ما طيب احكي لي ذول الـ4000 شلون وضعهم؟ شلون عايشين؟ أخي العزيز من يجيب لهم؟ نعم استاذ المقدم، يعني 4000 هم عدد مو قليل أساسا. نعم الـ4000 موزعين استاذ مقداد بين طريق تكريت بيجي أقصد الحجاج والبطعمة، وبين الدور والعلم، وبين الربيضة والنعمة. هؤلاء طبعا قلت لك يسكنون المحلات، يسكنون الجراجات، جراج تكريت القديم الصور، والبيوت الهاكل الغير مثقفة. وهذا طبعا شهود عيان. احنا عملنا حملة مع اخواننا من مجلس شباب تكريت ومجلس شباب بيجي الموحد وشيوخ اهالي تكريت، وكذلك الناس الطيبة اللي تبرعنا انه نسقف حتى لو غرفة واحدة استاذ مقداد، حتى نقدر نقوى هاي العائلة المكونة من 8 افراد والله افراش ما عندها. يعني انت لما توصل الحال بيك انه اليوم افراش ارضيه يقعد عليها النازح ما عنده. اليوم الاطفال لما يشوفون انت جايب لهم صوبه كانما جاي لهم في شيء كبير. هو هذا المواطن العراقي يعني؟ هو هذا الحق الدستور اللي مكفول به؟ زين يعني كيفما بالموصل يعني الله يعين العالم. يعني اليوم 91,000 نازح بالموصل ومخيمات يعني خلاص قفلت ازدحمت. اليوم شلون راح النازح اللي جاي من الموصل يعاني من البريد ويعاني من الخوف ويعاني من الجوع ويعاني من الامراض؟ اليوم قواتنا الأمنية وقطعات جيشنا البطل تشتغل رابطين، الرابط الأول التحرير من عصابات داعش الإرهابية، والرابط الثاني اللي تعمل به أيضا تعمل كهم منظمة إنسانية، يقدمون الغذاء، يقدمون العلاج، الفرق الطبية العسكرية. فأخي العزيز اليوم هذا الموضوع ما راح يتوقف عد شخص أو الحكومة. اليوم إحنا استنفار، محافظة صلاح الدين مكتظة، الأهالي مدى يعرفون. طيب اليوم بيجي صار لها سنة وشهرين استاذ مقداد من تحررت. نعم أنا أقدر أرجع أحكي لك عن بيجي بصراحة. يعني موضوع بيجي منحل ما كنية ينحل، تصريح كثيرا أنا صرح السيد المحافظ في هذا البرنامج وقال أعتقد أكو مناطق الهونداي وتربو جراد وهذه المناطق، أكو 4 مناطق هي مسموح لها بالعودة، ومركز بيجي السيد العبادي يصدر أمر وغيره يلغي الأمر. شنو الموضوع بالضبط؟ انطيني هاي الصورة الضبابية، انطيني صورة واقعية استاذ بقداد. عفوا قبل ما أجابك، تعرف اللي بيجي تحررت في 17/10/2015، يعني صار لنا عام وشهرين وأكثر. هذا واحد. ومجلس شيوخنا، شيوخ عشائر بيجي المحترمين ووجهاهم وأساتذة ومثقفين، طرقنا جميع الأبواب، وآخرها تفضل بي السيد القيم مقام مع وجهاء من شيوخ عشائرنا في قضاء بيجي، وزاروا العتبات المقدسة في النجف الأشراف، والتقوا بالسيد أبو مهدي الكربلائي المحترم على أساس أنه نعمل على عودة أهلنا في قضاء البيجي، علما أنه هو قضاء منكوب. لكن قلنا أنه اليوم إذا رجع أهلنا شوية شوية خمثنا يقولون العافية درجات. بعدها ايضا عملنا على اصدر دوله رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي كتاب في 12/11/2016 بعوده اهالي قضاء بيجي حسب التوجيهات والسياقات المعموله في القضاء، وتوجه هذا الكتاب الى قياده عمليات صلاح الدين. احنا هو هذا السؤال اللي بدنا نسال استاذ مقداد. اليوم حكومه اعطت امر الى قياده عمليات صلاح الدين بعوده اهالي بيجي، طيب كيف راح نعمل وكيف راح نتبنى هذا الموضوع؟ قيادة عمليات صلاح الدين ما أعرف لحد الآن اليوم الجواب هل نعم أم لا، هل تشكل فرق،
هلا راح تقعد مع اللجان الأمنية مع المحافظة صلاح الدين. السيد المحافظ صلاح الدين، نعم أهالي البعيج رجعوا، وأصور قرية المالحة وبعض من منطقة هونداي، تمام. ولكن إحنا اليوم الضارة الكبيرة هو في القضاء، مركز القضاء. المركز القضاء اليوم سنة وشهرين، يعني أنا هذه الفترة سنة وشهرين كان هيئة الماي، كان هيئة الكهرباء، كان هيئة بعض البنى التحتية اللي يقدر النازح على أقل شيء يقدر يشوف المي والكهرباء بيها. فهذا السبب نسأل من وخلف، يعني من خلف عدم عودة أهلنا. إحنا نقول إن شاء الله، يعني ما أعرف هذا أكو الموضوع. دوافع سياسية، أكو يعني دوافع بهذا الموضوع، أم ممكن تحرزات أمنية؟ تصريح للسيد المحافظ أنه لازم أكو لازال تعرضات الفتحة من هذه المناطق، فبيجي مو أمينة إلى الآن، بيجي مو أمينة، ما صحت هذا أو دقة هذا الكلام؟ قد يكون نعم نعم. سامقداد البيجي تعرف منطقة صناعية اقتصادية بحت، وهي مفتوحة من الجهة الغربية من جهة الناحية الصينية، وأيضا مفتوحة من جهة الجهة الشرقية على ذراع دجلة، منطقة الحراريات ومنطقة الهنشي ومعهد النفط. حقيقة هناك خطورة أنه داعش ده يتحرك ويعمل مناورات من جهة منطقة الحراريات، وبصراحة هذا الموضوع موجود. منطقة مكحول وما بعدها، يعني طيب جهة الصينية الغربية تعرف مفتوحة، والقطاعات ما حررت كل المنطقة الغربية من جهة الصينية. لعد علي شايحيني على الموصل وعايفين هاي الهوسة كلها وراهم عايفيها. أستاذ مقدار أنا ما أعرف، أنا مو رجل عسكري أو محلل يعني عسكري، يعني ولكن هو أكيد. لربما سوء التقدير، يعني أنا اليوم لما حررت قضاء بيجي من المفروض أنه لما أتقدم بالقطاعات العسكرية وأحرر المنطقة الثانية الشرقات، أحرر الساحل الأيمن وأترك الساحل الأيسر. طيب تركته واتجهت للموصل، يعني أنت راح تخلي عدو خلفك، راح طبعا يبقى هذا العدو يناور ويشاغل إلى أن الموضوع دخلوا الشرقات قبل تقريبا أكثر من 15 يوم حزام ناسف، وراحوا واستشهدوا أبطال من أبناء بيجي كانوا متواجدين في قضاء الشرقات لحفظ وأمن قضاء الشرقات. فهاي الأمور العسكرية حقيقة أنا مو مختص بهذا المجال، ولكن هو اليوم تعرف الخطط العسكرية أو الخطة اللي مبنية على الهجوم وعلى انسحاب وهجوم، فهاي الأمور قد تأثر على المنطقة الآمنة، قد تأثر على الناس الموجودين اليوم بالساحل الأيمن. احنا اليوم اهلنا نعم. كم نسبة سكان بيج تقريبا العدد؟ احنا تقريبا تعداد من 170 الى 185 الف نسمة استاذ مقداد. 170 الى 185 تقريبا، الى 185. الكل نازح. كان هناك تصريح يعني ان السيدة وزيرة الإعمار والإسكان زارت بيجي، وعلى اساس راح تعيد اعمارها وتنظف الشارع والسوق وكذا. ايش صار؟ راح يصير لها شهرين او ثلاثة شهور اصور استاذ مقداد. نعم الست النائبه المهندسه اشواق الجبوري، حقيقه هاي المراه كل الاحترام والتقدير لها، عملت وما زالت تعمل، وفعلا زارت قضاء بيجي مع السيده الوزيره. ولكن اليوم استاذ مقداد هي مو شغله شفر ولا شغله خلونا نقول آليات بسيطة حتى تقدر تنظف. اليوم البيجي يحتاج لها جهد دولي. اليوم البيجي تحتاج لها إلى 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 دول مانحة، إلى شركات. إحنا سمنا نقول البناء، يعني أنت اليوم الأنقاض إذا تيجي ترفع عيارتك كذا شهر، يعني أنقاض. لكن عمل بالمعقول، يعني أرفع أنقاض مبدئيا حتى لو شاف لين ثلاثة وهكذا شوي شوي إلى أنا أعيد المنطقة. إحنا أستاذ مقداد إحنا راضين، إحنا الآن لو بجهد بلدية بيجي وبلديات صلاح الدين هم راضين نخلي نطول شهر، نفتح لنا شارع، نشيل لنا أنقاض، نرتب لنا بوري ماير، حط لنا سلك كهربائي، هم نقول راضين. ولكن هل من عودة؟ هذا السؤال المطروح للأخوة الموجودين في حكومة صلاح الدين أو في الحكومة الاتحادية في بغداد. الحشد الشعبي شنو ردع بهذا الموضوع؟ عنده اعتراض على عودة أهالي بيجي؟ حتى أكون دقيق، الأخوان من الحشد الشعبي أصور حتى يعني ما تبقى منهم فصائل قليلة، اليوم هم باتجاه الشرقاط وباتجاه مدينة الأسمدة والستمية. ولكن اليوم قلت لك لما صدر الكتاب صدر إلى قيادة عمليات صلاح الدين، إذن المسؤول الأول هو قيادة عمليات صلاح الدين والمدراء الأمنيين الموجودة بها. يعني الموضوع الآن التنفيذ عند من؟ عند قيادة عمليات صلاح الدين؟ من المفروض أنه الكتاب موجه إلى قيادة عمليات صلاح الدين. وجهاء البيجي ما راحوا على القيادة؟
قيادة العمليات؟ والله ما عندي علم، لأن أنا حقيقة ما عندي علم أنه ما راحوا أو ما راحوا، ولكن اليوم أستاذ مقداد هو كتاب صادر من دولة رئيس الوزراء، يعني المفروض أنه ينفذ إذا ما أكو عقبات لا سمح الله، مثل ما تفضلت بحكيت حضرتك الكريم قبل شوية، قلت أكو عقبات من خلال يعني قلت لك ذراع دجلة، بعض الأمور اللي المناورات اللي تعملها داعش حقيقة هي موجودة، وبعض المعارك اللي تصير هناك، ولكن هي المخاوف إذا عدت أهل بيجي، يعني هل بالإمكان أن تهيئ كهرباء وما؟ يعني أنا اليوم مو بس راح نعم رجعت بأهل بيجي، هي مو مجرد أنت راح تشيل الخيمة وتجي تقعد وانتهى الموضوع. اليوم أنت من ترجع ناس لازم ترجع لهم أبسط الأمور الخدمية اللي هي مي وكهرباء، ولكن إحنا قلت لك لحد الآن ماذا نستفهم موضوع الكتاب وموضوع العودة وموضوع ما ستكون يعني رد أو جواب قيادة عمليات صلاح الدين. لا لكن أستاذ أحمد البعض يقول عمي رجعونا احنا ما عندنا مشكله، حتى لو نقعد بنفس الخيمه اللي قاعدين بها المهم نحطها بمكان بيتنا ونقعد. استاذ مقداد احنا ابناء شعبنا العراقي تعرف بيض الحنين اكثر من اللازم، احنا اليوم لما نتكلم ونقول نرجع ونخلي الخيمه هي مو مجرد يوم ويومين وثلاثه، انت اليوم ترجع يومين ثلاثه اربعه راح ترجع النوبه تطالب حكومه صلاح الدين تعالوا سووا لي مي، تعالوا سووا لي كهرباء، واني ادي كذا وصار عليه هجوم. فهاي الامور احنا خلينا نترك شويه المشاعر والعواطف ونفكر بعقليه، عقليه اولا ما تؤمن تلك الاهالي للعوده، نعم انا مع العوده، نعم انا مع مطالب اهلي مطالب ناسي بالعوده والرجوع الى الديار، ولكن اليوم خلي نعمل بالموجود، احنا اليوم خلي يفتح الحظر على قضاء بيجي بدخول الاليات بدخول الجهد الهندسي. اخي اليوم البيجي قد يكون بها لا سمح الله بيت مفخخ، قد يكون بها عبوه في شارع تتعرض بها الى ارواح الناس، فاحنا هذا الجانب العاطفي نعم نتعرف اليوم اول نازح تعبان بالاضافه الى ان دا يسمع عدم عوده البيجي، فهذا الموضوع انا اقول من حقه، ولكن من حقه يجب علينا ان نامن الجانب الامني، نامن اهلنا بعد ما يعودون. فاني اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ننتظر جواب قياده العمليات بعد ما صدر هذا الكتاب، وعدنا بعض التحركات اخواننا وجهود شيوخنا ان شاء الله نقول طيب امر الله سبحانه وتعالى. الان اهالي بيجي الان اذا ما تترتب بيجي وكهرباء وما يرجعون. استاذ مقداد او احنا هذه نصيحتنا انهم يصبرون شوي الى ان تترتب الامور يعني الخدميه في المدينه، اما انه الناس يصيح رجعني وانا اسكن بمكان بيتي واحط خيمه هذا مو صحيح. استاذ مقداد هو لما ترجع العوائل ترجع اليوم لا مستشفى ولا دكتور ولا طبيب، واذا عندي 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 كبير سن لا سمح الله بجلطه قلبيه بسكر بضغط، عندي طفل بربو، هاي الامور اللي احنا انا قلت لك اليوم الحنين اكثر من شيء، اليوم يقول لك ابن البيجي رجعني وانتهى الموضوع، نعم رجعك اخي كل مطالبنا هو نرجع، وعندنا مثل نقول الديره ما تعمر الا باهلها، ولكن ما تتعمر بالصوره العاطفيه، لا احنا اليوم اكو واقع حال، مدينه منكوبه مهجوره متروكه، يعني اليوم ملوثه، اليوم ما بيها لا ماء لا كهرباء، لا اكو شيء صالح للسكن به. احنا اذا الله سبحانه وتعالى وفق الجميع واصبحت الكلمه موحدة والصف واحد والرؤية واحدة، ننتظر قلت لك استاذ مقداد موضوع الكتاب متى ما أصدر الأمر بدخول دوائر الدولة الخدمية تعمل دائرة البلديات والخدمات والمجاري والمياه، على الأقل أنه يعني تخلي الماي والكهرباء أبسط الأمور. اليوم خلي نعمل بالدخول قبل ما أدخل أهلي وناسي، وبعدها يعني خل تكون العافية درجات، نعم ممكن تدخل الدول المانحة، ممكن تدخل منظمات إنسانية، منظمات إغاثية، تعمل بالموجود وتعرف أنت بيجي حضرتك عننت منكوبة من خلال مجلس محافظة صلاح الدين ومجلس النواب. جميل جدا الأستاذ أحمد الطيار الناشط المدني والإغاثي، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح ولانضمامك إلينا. شكرا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك أحمد الكرام، مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس، ننتظر اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة. مع الناس منكم وإليكم.
مرة أخرى أحمد الكرام، مرحبا بكم مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. نأخذ أول اتصال، تفضل. تفضل أنت على الهواء، تفضلي بنت، تفضلي. عليكم السلام. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم. أي تفضلي أنت على الهواء. علي مصطفى. حياك الله. علي مصطفى من عزيز بلد. من عزيز بلد، تفضلي. بس الدرسهم يامس يرجعونا يرجعونا ما يرجعونا. نعم. احنا يعني بيوتنا سلكة بس نريد نرجع. انت وين نازحة الآن أم مصطفى؟ أنا بضلوعية قاعدة. بضلوعية. نعم. يعني موضوع عزيز بلد اعتقد انا تحدثت به مع سيد المحافظ، وهي من المؤمل انه هذه الايام تبدا عوده للنازح عزيز بلد. ناخذ اتصال اخر، تفضل. الو. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا نازح من هنديجي كركوك. ونعم تفضل. قاموا هسه يطردون بالنازحين. يطردون بالنازحين؟ اي والله بلغوهم اليوم يوم الاحد يقول لازم تطلعوا. نعم. منو بلغهم؟ وين هسه وين انت وجوهنا؟ نعم صح. وين نروح يعني وين نروح؟ نعم. يعني شلون ثاني وين انت وجوهنا؟ يعني هذه مشكلة اليوم احنا نحاول ان شاء الله نوصلها للسيد المحافظ، لكن احنا اليوم نريد نتحدث عن فريق بصمة وهو ايضا فريق من مدينة سامراء ومن اقضية من نواحي ايضا قضاء سامراء، وهذا الفريق اللي ايضا له بصمة مميزة في مساعدة الاخر، لكن خلي اخذ اتصال بعدين نتحدث عن فريق بصمة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ مقداد؟ يلا حي كل الهلا. شلونك؟ بخير يحفظك ويسلمك. انا نازح من يفرق. ونعم. نطالب بالرجعه وما حد يخلينا. انت ليش مو رجعه واهل اهل يثرب؟ العشائر ما تخلينا. انت من يا عشيره؟ من يفرق. يا عشيره اقصد. البحشمه. اي أيوة ونعم ونعم بخالي وبن عمي. والله هو على اساس الموضوع ينحل مو؟ ها؟ على اساس الموضوع ينحل وانكم ترجعون هالفتره، يعني من قبل شهر انه لازم ترجعون انتم. والله المحافظ طلع وياك وشفناه وقال ورا الزياره وزياره انتهت عطينا له بالشهر. اي والله وقال راح ادز لهم سيارات خاصه وعلى حساب المحافظه وتنقلهم وتجيبهم. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. مو صحيح؟ بارك الله فيك. خلاص انا اثبتها ان شاء الله وخلال هالايام استضيف السيد المحافظ واتحدث وياه باذن الله. نعم اتصال اخر. نعم اتصال اخر، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. برنامج سامريان. اي تفضل انت على الهواء. تفضل. قناه سامراء، تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عين مغداد؟ يرضى عنك كل الهلا. يا قلبي انا عندي مشكلة. عندك؟ مشكلة تفضل. نعم. كل مشكلة ولها حل. ان شاء الله. من قرية البهيازع. من قرية؟ انا البهيازع. البهيازع، تفضل اي. نعم، احنا عندنا انا بالنسبة لي انا اخوي معتقل قبل جن الدواعش. نعم. ومن رحنا للحويجه ومن رجعنا يعني من عبرنا على الشرقاط ورجعنا التكييف سلمنا لاخويا بالسايلو مال الحجاج. زين. من سلمناه اخويا حولوه لبغداد. زين. وعندنا عداوه بالمنطقه مالتنا. اي. واخويا لا عليه اثبات ولا عليه دليل وماكو عليه اي مستمسك انه يعني داعش اما عنده شيء او ماشي وياهم. نعم. المنطقة مالتنا ما يخلونا نرجع. زين. فإذا هي نعم.
الاخ انقطع الاتصال. نعم نتمنى حاول اتصال عاود اتصال عمود افهم شوي من الاخ افهم منه. خلينا نشاهد تصريح السيدة جميلة العبيدي النائبة عن وضع الإنسان في مدينة الموصل وبعدين نرجع لكم. محافظة نينوى صعب جدا في النازحين والمتحررين. المتحرر صحيح معاملة الجيش جيدة ويعني أثبت أنه هو حماة الوطن حماة الشعب أثبت بهذه وعاد الثقة من قبل الشعب إلى الحكومة بهذه العمليات اللي أدوها بإيدي قاتل وبإيدي ساعد بإيدي قاتل وبإيدي يطعم بإيدي قاتل وبإيدي يحضن ينطي الحنان للطفل ينطي حنان هذه يأمن الطفل حتى من الخوف من هاي انه يحسبه خايفه يلم بحنانه حتى يطمئن الطفل اللي موجود. هذا اللي اثبته الجندي العراقي اليوم او من مكافحه الارهاب من الشرطه الاتحاديه من الجيش. لكن معاناه هي معاناه اقتصاديه وصحيه موجودة حاليا هي، فضروري انه تواجد ايضا هذا عدنا كل حاز انه تواجد الحكومة الاتحادية موجود من كل الوزارات. يجب ان يكون هناك ممثلين في مخيمات النزوح وفي المناطق المتحررة، وايضا نطالب الحكومة اللي مناطقهم متحررة خلي يعيدوهم الى اهاليهم الى بيوتهم احسن ما يحملون الحكومة ثقل اكبر خصوصا النازحين. وايضا نطلب الرعاية الصحية اللي هي اهم شيء النازحين يعني بالمخيمات وأيضا مناطق المتحررة أيضا هناك تقصير من حالة الصحة. مرة أخرى مرحبا بكم. شفتوا الوضع الإنساني بالموصل ونازحين الموصل من السيدة النائبة جميلة العبيدي. لكن خلونا نتحدث قليلا عن فريق بصمة الخير. هذا الفريق الشبابي التطوعي. للحديث أكثر ينضم معنا السيد أحمد زيد وهو أيضا ناشط مدني وعضو بفريق بصمة. سيد أحمد مرحبا بك. بداية حدثنا عن فريق بصمة، ما هو عمله، كيف تأسس، ويعني ما هي الأعمال التي قدمها هذا الفريق؟ تفضل سيد أحمد. طبعا بداية السلام عليكم أخي العزيز. فريق بصمة طبعا هذا الفريق تأسس حديثا يعني الهدف من عنده تقديم خدمات بسيطة من خدمات يعني إدارية، منها ساهمنا بتأهيل المدارس، تدري المناطق النازحة رجعت في المناطق مثل ناحية المعتصم، باشرنا مساعدة مدراء المدارس تأهيل المدارس، وقمنا بمجلس عزاء على أرواح شهداء الكرادة، وعدنا بالمستقبل ان شاء الله، وهسه احنا محضرينها وسوينا عن دورات مال كره قدم، وهسه اكو فرصات بالشارع العام ومطبات، فنريد نصلح الشارع العام. طبعا هاي كلها بجهود الخيرين، و يعني هو عندنا مشاريع منها دورات خياطه للنساء، عندنا دورات تعلم اللغه الانجليزيه، عندنا يعني هوايه امور وهي دورات راح عندنا أحمد. دورات ثقافيه، عندنا ادوات علميه، هاي كلها ان شاء الله. وعندنا حاليا يعني بنجمع ونقدم مساعدات لاخوتنا النازحين في فصل الشتاء القارص، يعني وسائل التدفئه، ما يعني هاي الامور كلها ان شاء الله. جميل. احمد بس كيف انطيني كيف تاسس هذا الفريق وكم شخص انتم؟ تبرعات منين تجمعون او تجيكم؟ اكو اقبال من الناس على هذا العمل الخيري ومساعده نازحين؟ كم عائله غطيتوا يعني اوصلتوا لهم مساعدات والى اخره؟ تفضل احمد. اخي الكريم والله حالي احنا مجموعه مع الشباب اتفقنا على هاي الصيغه مال انه احنا نكون فريق ونساعد بها الناس. هاي كانت البدايه وكانت الفكره منها انه احنا نساعد الناس، فاحنا يعني مجموعه الشباب من مدينة سامراء ناحية المعتصم الإسحاق، يعني هاي المناطق الحويسي القلعة، هاي المناطق كلها سوينا فيها فرق لمساعدة النازحين، ونقدم صبغة أرصفة صبغ مدارس، يعني كلها بجهود ذاتية يعني، وأكو تبرعات من يعني من الناس العامة من الخيرين يساعدونا بهالشيء.
نعم جميل، شكرا للسيد احمد زيد عضو بفريق بصمه. يعني احنا شكرا لك سيد احمد، ونتمنى ايضا من الناس ان تدعم هذا الفريق، تساعده، تكون معاه، ينضمون اكثر الشباب اليوم، انه بدل ما واحد يقضيها على الفيسبوك وعلى الانترنت يطلع في عمل خيري مع اصدقائه، مع الشباب في المنطقة لعمل خيري، وإحنا نشد على أيديهم. طبعا عوائل عراقية تعيش على مكب النفايات، هذه مشكلة كبيرة جدا في العراق. اليوم إحنا ندعو كل الفرق، كل الحملات أن تصل إلى مثل هذه العوائل. خلينا نشاهد هذا التقرير وبعدين نرجع. منطقة الطمر الصحي الواقعة غربي تكريت أصبحت مرتعا للعديد من العوائل الفقيرة القادمة إلى المدينة. هنا يقسم عملهم إلى ثلاثة أوقات، هدفهم كسب لقمة العيش التي بدت صعبة في هذا البلد. نتريق من الصبح جوز بالثمانية، نبات بالسبعة، نتريق ونضال إلى الوحدة إلى ثنتين ورا الأذان بهو يلا نروح. شو تلقطون هنا؟ شو تاخذون؟ هاي غواطي، نوبات القوايرات تقطع هيك، نوبات فافونات المطبق تلقى حل يجيبون اهل البلديه يكبونه والنجمه. شهود عيان في منطقه التمر الصحي ومن العاملين في البلديه اكدوا ان اغلب الموجودين هنا هم من شريحه الاطفال، ومنهم من اصيب بامراض جلديه مختلفه كون هذه المنطقه مو بقى صحيا. يعني هاي العوائل اللي هي حاليا تشاهدوها في موقع التمر الصحي، والله اني واحد من الناس دا اشاهد الناس عايشه على 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 فضلات، الفضلات اللي احنا نجمعها من المناطق السكنيه في مركز مدينه تكريت هي عايشه عليها. هم عايشين على فضلات الطعام، عايشين على فضلات الحديد، النحاس، كل الاشياء اللي هم البطانيه، اللحاف، الدوشق، هم كلها مستفادين منها لان هم كلهم نازحين ومناطق اللي هي مجاوره لمركز تكريت. العوائل اللي امامك جاي تشوفهم اطفال هذول، اول شيء محرومين المدرسه، احد شيء اهم انا اقول لهم يابا ليش؟ يقول لي والله انا يتيم، ابويا لو طقت علي عبوه، لو راح بانفجار، ها لو معتقل، فيهم اكثرهم معتقلين، ها مظلومين، الله وكيلك، وانا اعرف حق المعرفه. وبحسب تقارير اصدرتها مؤسسات رسميه في وقت سابق اكدت ان محافظه صلاح الدين تعتلي المحافظات العراقيه الاكثر فقرا. قله الدعم لهذه العوائل تدفعهم لهكذا اعمال، والصوره خير شاهد. من تكريت مصطفى الوحادي، قناة سامراء الفضائية. يعني بلد يطفو على بحر من النفط، هكذا يعيش مواطنو هذا البلد، يعيشون على النفايات، يأكلون من الزبل في ظل أموال تصرف ولا أحد يعرف أين تصرف هذه الأموال أو هذه الملايين أو المليارات. مشكلة. نأخذ اتصال، تفضل. ألو. تفضل. لا تحولني على أستاذ مقداد. أي تفضل، أنا وياك أستاذ مقداد، تفضل. أستاذ مقدام، هل هلا بالمروة بهل السيد غريب أستاذ مقدام؟ تدلل، أمرني وأنا حاضر، تفضل يا خالي. هل هلا بهل السيد غريب البلد تتم أستاذ مقدام؟ نعم. صار لنا سنتين من مناطقنا محررة وما يصعد يرجعونا، إيش سوينا أستاذ مقدام إحنا شو؟ نعم. انقطع الاتصال، انا اتمنى اعلق، ارجع اعلق على موضوع سيد غريب. ناخذ اتصال اخر، تفضل. تفضل. تفضل انت على الهواء. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ مقداد؟ كل الهلا، الله يحفظك. احنا انا مو بفقد مصر بيجي. نعم. وصار لي ثلاث سنتين وشهرين احنا ما مستلمين رواتب. الكل ما مستلمين لو بس انت؟ الكل، احنا عندنا يعني من عندنا ويانا جماعتنا يعني جماعه التوزيع ذولا على وزاره النفط تعينوا واستلموا، وجماعه الغاز تعلموا واستلموا، ولا احنا جماعه مصر بيجي.
نعم. اي والله بس يبشر الاستاذي. طيب لكن انا اعرف ان الكثير من اصفى بيجي يستلمون رواتب. اي بغير الشركات يستلمون احنا ما نستلم. نعم. اللي بالكهرباء قاعد يستلم، اللي بالبطاقه يستلم، بس احنا مصفى بيجي ما انطوني. نعم نعم. خلاص خلي اشوف الموضوع ان شاء الله. مصفى بيجي اسجله يمي. وابشر تدلل. نحاول إن شاء الله بالحلقات القادمة نتحدث عن هذا الموضوع. شكرا. يعني موضوع الرواتب مشكلة. نأخذ اتصال وبعدين نأخذ أبرز التصريحات السياسية. تفضل اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا ممكن أتحدث أستاذ مقداد؟ أي تفضل وياك. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يعني احنا نازحين المنطقة من جوازرات ما رجعنا لحد الان. نعم. كمل بس كمل. احنا نازحين المنطقة من جوازرات. نعم. ولحد الان ساكنين منطقة ضلوعية ولحد الان كاتلنا المطر والبرد ولحد الان ما رجعنا. نعم. طيب يعني موضوع جويزرات اعتقد انا تحدثت عنه، وهو من المؤمل ان يعودون هذا يعني من قبل بدء موسم الشتاء، لكن يعني ممكن اكو معوقات الان في الطريق، ممكن هذه نعرفها باستضافه المسؤولين في الحلقات القادمه. ناخذ اتصال. تفضل. تفضل تفضل. نعم اتصال آخر. تفضل. اتصال. تفضل. نعم خلنا ناخذ أبرز التصريحات السياسية. خلنا ناخذ بعدنا هذه أبرز التصريحات السياسية. ناخذ أيضا أبرز الرسائل اللي وردتنا على الفيسبوك. خلنا ناخذ أبرز الرسائل اللي وردتنا على الفيسبوك. ايضا هاي الرساله من علي. علي استاذ انا موظف في مركز الصحي في بيجي واجيت التكريت اريد اسوي مباشره اكثر من 5 مرات. انا ساكن في مخيم كركوك، رجعوا لي من تكريت يقولون اخوك مطلوب. انا عندي 10 نفرات شو علي كلهم؟ اقول لهم اخويا باربي شلون حل؟ والله تعبت. يعني هذا الموضوع ان شاء الله يحل في اقرب وقت. احنا نسعى حول حل مثل هذه المواضيع ان شاء الله. ابو احمد استاذ مقداد انا نازح من البحشمه العجيريه حاليا بسليمانيه مخيم عربت. مضى عن نزوحنا أكثر من 2 سنة وما حد رجعنا. نسأل السيد المحافظ يقول الأسبوع القادم العلماني ينشر على الفيس بعد أسبوع ماكو حلم من خلال برنامجك ليتوصل نتيجة. إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت راح نجد حل أو نوصل إلى نتيجة، ونستضيف أيضا السيد المحافظ ونستضيف المسؤولين نتحدث عن هذا الموضوع. أبو أيهم العراقي أستاذ مقداد بخصوص ناحية تثرب ما يقارب شهر او اكثر مسدوده، ما نعرف السبب شنو الحل استاذ؟ والله تعبنا وطلاب واقسام، يعني نبقى رايحين جايين، يعني هذه مشكله ايضا ان شاء الله تحل قريبا. رعد استاذ مقداد شلون كان رعد من جوازات؟ صار 2 سنين نازحين ولحد الان ما رجعوا لنا. استاذ مقداد اين الوعود؟ ترى الوعود صار اكثر من نازحين، يقولون اسبوع ترجعون على تنفيذ. هذا الواقع ماكو المن نشتكي، يعني هي الشكوى لله اولا واخرا، لكن ان شاء الله نجد حل لهذا الموضوع. خوام جواد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا منطقه تل الذئب في ناحيه يثرب لا نعرف اي شيء عن رجوعنا، مع العلم ان اكثر فخذ قاتل داعش وآخر منطقة سقطت في يثرب، وأحمد الناظم لا يطالب بأي حقوق لنا ولا أعرف السبب، على الرغم من أن عشيرة أحمد الناظم هي أكثر. يعني أعتقد شكرا أخ خوام، يعني إحنا ما نريد نجرح في أي شخص، لكن كل واحد
يعني أن شخص يعرف، إحنا بنفس الوقت نقول أن حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه في الحلقة. نأخذ رسالة عبد الجبار. السيد وزير الزراعة، نحن مجموعة الفلاحين محافظة صلاح الدين قمنا بتسويق الشعير إلى سائل وسمرة بالعلم 2014. هذا موضوع السائلوات شباب، بس أعطوني تصريح السيد عضو لجنة الزراعة السيد نجم الليهيبي حول مستحقات الفلاحين قبل يومين. أعطوني تصريح السيد نجم، خلينا نشوفه. رد للأخ عبد الجبار البياتي، أعطونا التصريح. أعتقد أن فيما يخص وزارة الزراعة، طلب السيد وزير الزراعة وقد أخذ قرار من مجلس الوزراء في الجلسة الماضية باستحصال مبالغ الفلاحين لعامي 2015 و2016 وفي سم تسليمهم عن بالقريب العاجل، ولعام 2014 التي لم تسليمها سوف تكون على شكل مستندات عن طريق البنك المركزي. يعني هذه المستحقات سوف تتم في الشهر القريب العاجل إن شاء الله لتسليم مستحقات الفلاح. لا بعد أن تصل المبالغ، وأعتقد أن المبلغ الأول سوف يتم وصوله في 2012، سوف تكون دعوة للفلاحين عن طريق الإعلام لأخذ مستحقاتهم. يعني هذا تصريح السيد نجم اللي هي بيحاول مستحقات الفلاحين، وأعتقد وصلت الرسالة للأخ عبد الجبار. نأخذ بعض باقي رسائل سيد مين؟ نعم نأخذ الرسائل الباقية. قيس أستاذ مقداس، السلام عليكم. بس على مود شغلة الأخ، ريدك من السيد المحافظ، مع العلم أن أخي مطلوب عليه دعوة قديمة من في 7 مخبر سري، هو كان يداوم بالشرطة الاتحادية بسامرة، هسه إلا صارت عادة يقولون أخوك مطلوب وما يخلونا نرجع. يعني هذه المشكلة تحدثنا فيها مع السيد المحافظ كثير، لكن إن شاء الله نجد لها حل. نعم نمر البرشلوني، ترى أنا ريالي يعني، ها هذا برشلوني نمر. أستاذ مقداد السلام عليكم، وإحنا قرى جنوب أمرلي، أريد تجديد هويتي وما أقدر أروح لأمرلي، لأن من أروح لبغداد كل سيطرة تنزلني، أنا هويتي قديمة. يعني أخ نمر، أعتقد أنا تحدثت مع السيد المحافظ بهذا الموضوع، وأنه هم تراجع الطوز، ضابط جنسية الطوز لك حق تجدد، أو في تكريت أيضا، الرجل في تكريت متعاون جدا، ضابط تكريت متعاون جدا. ناخذ اتصال. نعم انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. اذا يعني موضوع الجنسيه موضوع امرلي انحل، اما تروح الى تكريت او الى جنسيه الطوز، واحده من ذني الاثنين هم يجددوا لك هويتك. يعني وهذا ما تحدثني به عن سيد المحافظ، انه اما الى الطوز او الى تكريت، وضباط الجنسية في الطوز وفي مديرية جنسية التكريت أيضا متعاونين جدا خصوصا مع النازحين. نأخذ آخر اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك أستاذ مقداد؟ يلا حي وكل الهلا. أستاذ مقداد، عندي أنا نازح مخيم ليلان. نعم. وعندي 5 سنوات أخي شزمة محاضر. نعم. إيه والتعيينات هسه يقولون محصور أيام المحافظ، عندي 5 سنوات وميحة وسنتين مدرسة ابتدائية. نعم. تعيينات شنو يعني محصورة من سيد المحافظ؟ والله يقولون التعيينات هناك محصورة، وإحنا ما أعرف شو راح نقدم وما تنسوا، ولحد الآن أنا مباشر مدير مركز أمية ليلان. نعم، لكن السيد المحافظ شنو علاقته بموضوع التعيين؟ ما اعتقد انا علاقه، اكو علاقه للسيد المحافظ بالموضوع. والله حسب ما يقولون ايش يعني، احنا ما نعرف هسه وين نقدم وين نروح. طيب انت شنو الشهاده هي؟ انا شهادتي معهد معلمين. نعم، ما اعتقد الموضوع هذا يهم التربيه حصرا، ما اعتقد اكو علاقه للسيد للمحافظه او للمحافظ بهذا الموضوع. أنا من 2005 عندي يعني متخرج. نعم. أي والله يا أخي، يعني موضوع إن يعني موضوع التعيينات لا أعتقد عند السيد المحافظ، هذا موضوع خاص بالتربية ومديرية التربية. إذا شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من تواصل بكم. أشكر الناشط المدني اللي كان معنا في بيت الحلقة السيد أحمد خطاب، أحمد الطيار عفوا. شكر أيضا لفريق بصمة اللي كان من المؤمن أن ينضم معنا، يعني أكامل الفريق ونتعرف على إنجازاتهم، لكن نحاول إن شاء الله بالحلقة القادمة. شكرا وصولكم أحبتي على
حسن المتابعة، نلقاكم إن الله في حلقات مقبلة، موعدنا يوم السبت. إلى ذلك الحين هو مقداد الحميدان يترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.